المنطقه مزيانه وسياحيه، واسم السوق هنا مزيان، وتابع الجامعه الزاويه حنصار مزيانه على حسب السياح، والناس راه عايشين بخير وعلى خير، واخا خاص شويه ديال الترانسبور، الطريق مهم مكرسه شويه، والناس خصهم شويه ديال المعاونه، خصهم شويه ديال المساعده، بحال المدارس، صومح شويه ديال المدارس هنا، خصهم السبيطار يكون مزيان، خصهم المنطقه خصها شويه، خصها الترانسبور يكون فيها ترانسبور مزيان، ويكون فيها شي سوق يكون مزيان، وشو السبيطار يكون كبير شويه. ايوا السكان شي تقديره بحال 2000 3000 بحال هكا اللي بغا يكون فيها بحال هكا. ايوا الناس مكرفسه ديك الساعه شويه، ولكن القضيه الخضره كتجي، الخضره من اصيله كتجي من ملي من لال. ايوا الناس كيتعاونوا هكا وهكا وصافي. ايوا الناس خدامين خارجين على برا، خدامين ديك الناس خدامين على برا، ماشي خدامين في هذه المنطقه، في كازا، الرباط، الصحراء، كل واحد فين خدام. بوغ السياحة تجي لهنا، راه المنطقة مزيانة وفيه ما يتشاف، وفيه الطبيعة، فيه الماء، فيه الثلج، فيه الطرقان مزيانين، وفيه كل شيء. الأولى ما كانش السبيطار عندنا، لا هي الأولى، والمدرسة ما كايناش، تلج تكون عندها هنا هنا تا جوج متر ونص، جوج متر ونص، جوج متر ونص ديال التلج اللي كي تيطيح هنايا، جا في إقليم الزاوية تاع خنصال، إقليم أزيلان، كيمشيو 4 كيلومتر على رجليهم، المدرسة تتكون في تيغيغيت، تشوف واحد بالليل إلا كاين تلج راه كيقطع الطريق. الطريق اللي خايب دابا تيقطع، تيكون جوج متر ديال التلج، واخا جا الماكينة ما تقدر دير ليه والو. وإلا مرض بنادم شنو كيديروا ليه؟ كيبقى في الدار تيموت. كاين الناس اللي كيسميتو إلا كيطيح التلج كيسرحو، وسميتو كيسرحو، كيجيب سميتو هذاك الحطب، واش الماء كيجيبوه من العيون.